حدثنا ابو نعيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاه فليصل اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك واقم الصلاه لذكرى قال موسى قال همام سمعته يقول بعد واقم الصلاه لذكري وقال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه